حول الموضوع ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف من العاصمة اليمنية صنعاء مراسل أخبار لها الآن من هناك نبيل اليوسفي. نبيل، كيف تجري الأمور الآن في الشوارع اليمنية بعد إعلان الهدنة من قبل الشيخ صادق الأحمر؟ نعم خديجة، الآن هدوء في العاصمة اليمنية صنعاء، وإن كان الجميع ما زال يصفونه بالهدوء الحذر لعل مستجدات قد تأتي قادمة، ولكن بعد الوساطة التي وقعت بين الحكومة اليمنية وبين الشيخ صادق الأحمر، هذا اليوم تعيش العاصمة صنعاء جو من الهدوء الذي يشبه الهدوء التام الذي لم تتخله أي طلقة رصاص. هذا في المقابل، هذا اليوم احتشد الآلاف من في الثورة أو الثورة الشبابية السلمية، ما أطلقوا عليها الثورة السلمية هذا اليوم، وشيعوا 30 قتيلا منهم قتلى الذين سقطوا، مواجهات التي دارت بين أنصار الشيخ صادق الأحمر بالإضافة إلى مع الحكومة اليمنية. كذلك في الجمعة الأخرى هناك لم يحضر الرئيس اليمني، وهذا شكل كما يقول لشباب التغيير لقناة الآن بأنه شكل حافز لهم على أنهم لم يستطيعوا أن يحشدوا أنصارهم في الساحة أو ميدان السبعين. هذا في المقابل هناك طائرات قصفت في نهم التي تقف باتجاه مأرب تلك القبائل، وهناك أخبار عن سقوط طائرتين مروحيتين، وأحد المشايخ يقول بأنه تم التحفظ على اثنين من الطيارين، وهناك طيار ثالث يتلقى العلاج، كما أنهم تم الاستيلاء على طائرة ثالثة. هذا الأخبار بالنسبة للعاصمة اليمنية صنعاء. في محافظة أبيان وفي الجنوب حصل هذا اليوم اشتباكات، هناك قصف استهدف القصر الجمهوري، وإن كان هذا القصف كان بمثابة خطأ القصر الجمهوري بشكل عشوائي، وتم كذلك في مديرية خنفر استيلاء القاعدة على أحد البنوك وعلى بعض المعسكرات في محافظة أبيان. طيب نبيل، بالنسبة للشارع اليمني كيف ينظر الآن إلى ما يجري سواء النظام أو القبائل أو المعارضة باختصار نبيل؟ هو الآن ما زالت قوة جيدة، على اعتبار أن اليمن عبارة عن برميل بارود يمكن أن ينفجر، خصوصا وأنه شعب مسلح. لذلك في الوقت الذي ساد الهدوء العاصمة اليمنية صنعاء بعد الهدنة بين الشيخ صادق الأحمر والحكومة اليمنية، بدأ الطيران يقصف على القبائل التي خارج صنعاء، ومن هنا بدأ التخوف يثار من جديد لعل حربا قد تدور ما بين القبائل وما بين الحكومة اليمنية. نعم نبيل اليوسفي مراسل أخبار الآن حدثنا مباشرة عبر الهاتف من اليمن، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.